السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زي ما انتهينا في الفيديو اللي قبل هذا هنبدأ في الفيديو الثاني، وزي ما وعدتكم ان انا هسوي لكم فيديو ثاني نشوف ايه صار في البط وليش جريها مكسرة، وهنتكلم كتير ان شاء الله في الفيديو هذا. حبايبي نسيت اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبايبي رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا ان شاء الله اليوم هنتكلم عن البط وليش جريها مكسورة، هنطعم الطيور معاكم ان شاء الله، وهنشوف الدجاجتين الغريبين اللي اجوا هنا نشوفهم. هذول هم هنحط لهم برضو اكل لانه حرام. طبعا هي دجاجة وديك مش عارف لمين هم، لقيتهم في المزرعة عندي. هنطعميهم هنشربهم وحنطعم اللي هو الطيور ونطعم الحمام. فالحلقة هتكون كتير حماسية، فبتمنى منك انه انت تربط احزمة الامان وتضلك معانا وتسلخ لايك. لأول مرة بتفوت قناتي ياريت تعمل سبسكرايب تفعيل تنبيه الجرس الفاقب وحزير ليصلك كل جديد. وخلينا نشوف وانترو. تمام يا جماعة الخير، رجعنا لكم بعد الانترو. حبايبي زي ما شايفين قلت لكم انه انا حطعم اللي هو الطيور هذه اللي انا لقيتها، صراحة لسه ما حدش علق لي او لسه ما نزلتش الفيديو. زي ما قلت لكم نزلت الفيديوهين صورته في يوم واحد نفس اللحظة، وزي ما قلت لكم انه سايب شغلي وجاي اعمل اللي هو الفيديوهين، لانه انا يعني كتير 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 مشغول في الشغل وسايب اللي هو طيوري لآدم وأمير. طبعا آدم وأمير زي ما قلت لكم بحطوا لهم أكل وشرب ومية ومن الكلام هذا. فاللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تمام يا جماعة الخير هنبدأ إن احنا نحط للطيور أكل. طبعا أنا نازل بوديك وبجيبكم، معلش تأخذونيش. خلينا نجيب الأكل ونطعميهم لأنه جعانين. طبعا هذا باقي اللي هو الخضار اللي احنا حطينا لهم اياه. طبعا اذا بتلاحظوا منخاره بدا احمر للوز لبنانه قصدي، طلع كيف منخاره. هم بدهم حمام وتنظيف ان شاء الله، هنظف عليهم وعملهم حمام مرتب اخو شيلين. طبعا هنمسك البط اللي ابو رجلين مكسوره ونشوف ايش قصته. تقريبا هذا، لا مش هذا، تقريبا واحده من هذول. مش عارف صراحة يا جماعة الخير، هلقيت في آخر الفيديو بعد ما نطعم الطيور هنبدأ إنه إحنا نشوف إيش قصتهم وهل هنقدر نعالجهم ولا لأ. طبعاً زي ما قلت لكم أنا كنت موكل آدم وأمير في تربية الطيور وتطعيمهم، يعني يطعموهم ويأكلوهم ويشربوهم، وأنا كنت مشغول في شغلي. انصدمت صدمة عمر إن لقيت الطيور جريها مكسرة وكده يعني. فحنبدأ ان احنا نطعم اللي هو الطيور. طبعا يا جماعة الخير لقيت اللي هو الطيور جرينها بتعرج عليها، فهذا كان اشي صدمة كبيرة كتير انه لقيت جريها بتعرج عليها وكده. فخلينا نطعم اللي هو الطيور هذه. خلينا بس نحط هان شوية عشان ينقلوا عنا، وبعدين نحط اللي هو للطيور هذه. اها بدل هم ياكلوا. طبعا هنضف عليهم ان شاء الله. يعني والله المزرعه من غير ولا بتسوى شكل للامانه. طلع كيف يعني انا بعذر من الطيور ان انا سبتهم الاسبوع اللي فات غصب عني والله. غصب عني والله. يلا هنطعم كمان اللي هو الدجاج الغريب اللي على المزرعة اللي جاء، وحنطعم اللي هو الطيور هذه. قدوة وفدوة والديك هذا الشباب اللي أخته أكلها العرسة، وحنطعم اللي هو الطيور الثانية هذه هي. طبعا هجيب اشي اطعمي فيه لانه ما فيش اكاله عندهم. اجيب لهم اكاله هذه.
فيلا بسم الله. تمي جمعة الخير. فحطينا اللي هو الأكل. حطينا لهم الأكل الدجاج الغريب اللي أنا جبته. اللي هو الحمام وباقي الطيور. وبعدين نمسك اللي هو البط ونشوف إيش قصته ليش بعرج. ساعت أنا سألت آدم وسألت أمير. كل ما أسأل واحد يقول لي مش أنا. هو مش أنا. فالمهم عرفت إن هم كانوا يمسكوا الطيور. ويرموها هيك او يصير تطير وهي فاللي كانوا يرموها ما كانتش طلع لها جناحين وكانت تقع. فاعذروني عشان فتح معك وهيك لايف. خلينا ايش اين المفتاح اين انتم. بالنسبه للي بيقول لي مبروك على 40,000 يا ابو ادم وينه مش شايفهم انا. اين انتم يا 40,000. الله يبارك فيكو ان شاء الله هيك بنوصل معاكو للمليون. تمام جماعة الخير. هنبدا نحن نحط للحمام. طلع كيف وقف لي وقف لي وبده ياكل. لا هيك انا مش عارف اطعميهم. تمام حاط هيك زت هيك يروحوا كلهم غاد وانا ادخل. اوب تمام جماعة الخير. هنبدا نحن نحط للطيور تبعتي. صراحة يا جماعة الخير ما كلوش من الصبح للأمانة. أنا بكذبش عليكم ما كلوش من الصبح. السبب إنه أنا بعت آدم يجيب أكل وجاب أكل ونسي طعميهم وجيت توي بقول له طعميتهم بقول لي لا نسيت. فأنا جيت طعميتهم. والله أنا زعلان كتير 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 زعلان. والله انه يعني ما فيش عندي وقت انه انا ادير المزرعة. طبعا لقيت حينطلك واحد يقول لك طب ما انت بتربح من اليوتيوب. انا ايش اللي بربح من اليوتيوب؟ $100 كل 3 شهور يعني مش عارف ايش اقولكو. النت انا عندي كل 3 شهور بده $100 مش عارف ايش اقولكو. يعني اللي بتفلسف لقيت بنطل بقول لي ما انت بتربح من اليوتيوب. فالله المستعان يا جماعة. تمام جماعة الخير بعد ما طعمناهم حمسك اللي هو الطير هذا البعرج هذا هو هيو حمسكه لانه حشوف ايش مال رجله. اصبعه مطعوج فحشوفه. ثواني يا جماعة ثواني 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 ثواني. تمام كيف بدي امسكه. هيو هيو شايفين البحجل هذا زي ابو في باب في زمن البرغوت هذا اسمه اكتبوا لي اسمه شو اسمه ابو والله نسيت. تمام تعال يا حاج هذا هو هو ديك يعني ذكر فتئ شبابي لسه صغير. فحنشوف ايش قصته. تمام يا جماعة الخير حنشوف ايش قصته. حنشوف ايش ماله. طبعا هذا هو ديك او ذكر. صراحة اجروا من هنا. اهدى بس اهدى اهدى يا حاج ولك اهدى. تمام اجروا من هنا. في هان جروح يا ساتر يا في جروح هانها بتجعه كمان. فحنحط له عليه وفي كسر شكله في الاصبع. حنحط له عليه بتدين ولكن مش هلقيت في الليل لانه ايش هلقيت حيقعد يدعوس ويمشي ويروح البتدين. فححط له في الليل. طبعا هذا لسه صغير يا جماعة الخير تقريبا عمره 3 شهور مش متذكر. المهم هو لسه صغير فزي ما شايفين لسه مش طالع اللي هو مش نابت الريش. فهذا فتي ذكر هذا هو. فرجلينه اهدى يا حاج رجلينه يا جماعة الخير مكسرة. فمش عارف صراحة. تمام هحطه. قد صرنا 9 دقائق ضايل 3 دقائق. تمام يا جماعة الخير
زي ما قلت لكم ححط له اللي هو بتودين. شو هو بتودين يا ابو ادم؟ تجفيف جروح يعني بشري، تجفيف الجروح البشري ححط له وان شاء الله يطيب. لو عندي اي مرهم تاني برضو بشري اللي هو للعظم او شيء ححط له من فوق، مش من الجروح، من فوق. تمام. فزي ما شايفين حطينا لهم الاكل وللبط كمان. شكلي حاخذ كوبرايت على الفيديو لانه الاغاني واضحه اشكر عنا. ربنا يكثر افراحنا ويكثر افراحكم. طبعا هذا الدجاج اللي انا جبته او لقيته، مش عارف من وين جاييني، فهو مرشح. طبعا انا ما بحبش النوع هذا من الطيور اللي هو الدجاج البرغالي، وانا بنصحش فيه وبنصحش في تربيته. فاتمنى يا جماعة الخير انه تسمعوا مني. طير البرغالي يا جماعة الخير مناعته ضعيفة كتير 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 كتير، وبتحملش الامراض، واي مرض فيه بصيبه بعدي كل الطيور. فانا هذا مش هخليه ثانية في البيت عندي، مش نقصني. فانا هخلص معاكم الفيديو وامسكه وازفه في اي منطقة بعيدة من هنا، تمام؟ ف مش ناقصني هذه الطيور تبعتي. تمام يا جماعة الخير، اتمنى ان انا اكون قدرت ان انا اوصل لكم. ومتابعين اللي بيقولوا لي صور يوم يعني يوم 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 يوم، فبعذر منكم يا جماعة الخير، في عندي شغل. واذا قدرت، لو قدرت ان انا اضغط حالي صارت انا نسيب شغلي هالقيته وجايكم اعمل لكم فيديوهات. فاتمنى ان انتم تقدروا وتحطوا لايك، وان شاء الله الايام الجايه ان شاء الله هعملكم محتوى احلى من هذا ان شاء الله. اول ما يبيض اللي هو الطيور عندي، الرومي والدجاج، ويصير اللي هو يتم الرقد عليه ان شاء الله، ههتم في القناه اكثر. لانه لقيت الرومي شويه واقف، والطيور بشكل عام واقفه عن اللي هو وضع البيض حاليا. فبس حبايبي بك منكون وصلنا لاخر الفيديو. بتمنى لو عجبك الفيديو تصلح لايك، لو اول مره بتفوت قناتي يا ريت تعمل سبسكرايب، تفعيل تنبيه الجرس الفائق ابو حزين ليصلك كل جديد. حبايبي بنمشي عليكم يوم بابتسامه اكثر من الصلاه على النبي. اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام يا جماعه.